نظمت وزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة على مدار 3 أيام بمقر أكاديمية الشرطة. لم يقتصر دور الدولة على بناء بدائل للعشوائيات فقط، بل استهدفت معها بناء الإنسان. الاهتمام بالأطفال والنشأ إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرق. وتفعيلاً للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية تجاه قاطني تلك المناطق، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، أقامت الوزارة الملتقى الأول بأكاديمية الشرطة لطلائع وشباب مناطق بشاير الخير بالإسكندرية وأهالينا والأسمرات بالقاهرة على مدار 3 أيام لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب، لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوقت، اجيال طالعة في مصر جديدة بضحكة جميلة ترك القلب. لما تشوف ابطال حالفين يحمو جميلة وحلوة. نشكر السيد الرئيس السيسي، احنا فعلا بجد هنا حاسين ان احنا كلنا واحد. كان نفسي اخش كلية الشرطة اتدرب تدريب الضباط. برضو المعسكرات دي تديك امل ان انت تقدر تحقق ده، انت بتعيش زيك زي الضباط، وانت تقدر لما تكبر لو انت حلمك كده تقدر تحققه. البرنامج الذي أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الشباب تضمن جوانب رياضية وثقافية وتوعوية وفنية، بما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار والانتماء. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفينا النصر، بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر، أجيال طالعة في مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. استفدت إن أنا أصحى في ميعاد، أنام في ميعاد، أكل في ميعاد، وبنتعلم كمان الرياضة هنا، إن أنا أصحى من النوم أعمل رياضة. ما كنتش أحلم أجي مكان زي كده، ومكان بصراحة جميل قوي هنا، ويا ريت تتكرر الزيارات دي هنا كتير. كلنا واحد خلتني ازور المكان دوت وغيرت فكرتي، انا اصلا ما كنتش متخيله ان انا ممكن اجي المكان ده. اكتشفنا حاجات كتير ما كناش نعرفها ان بلدنا حلوه. النهارده كان هو وامبارح كان احلى يوم في حياتي. شكرا اللي هو يعني خلينا بيدينا جيل جديد اللي هو بيدينا امل للحاجه اللي احنا نوصل لها. الرحله كانت جميله جدا بس، وعملنا حاجات كتير فيها وانبسطنا من امبارح لحد الان، انبسطنا انبساط جميل قوي. ويا ريت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيبنا تاني واحنا معاه في اي حاجه هو ممكن يعملها. لما تشوف ابطال حالفين أسمع مين في الحياة؟ أي حد أسمعه؟ أي حد أسمعه. أي كلام أسمعه من حق اللي عايز يقوله يقوله، لكن إني أصدقه دي بتاعتي أنا بقى. أسمع كلامه للآخر وأعرف هو عايز إيه، وبعديها أشوف أنا هعمل إيه، إذا كنت هصدقه وأمشي وراه إما مش هصدقه وأنا عرفت هو كده عايز مني إيه وأبعد عن الشخص ده. أنا لازم أحيي يوسف. تعالى يوسف، أنت عندك كم سنة؟ الحياة بتفتح لك إيديها، ابتدت بفرصة إنك تتنقل من عشوائيات إلى أماكن آدمية الدولة أدركت إن ده دورها وبتوفرها لك، لتتنقل لحياتك أنت
الأطفال دول الحقيقة النهاردة بيتقال لهم جملة واحدة، أنت اللي بإيدك تبني مستقبلك، إحنا ادينا لك الفرصة، أنت هتعمل بيها إيه؟ فكرة عبقرية، فكرة رائعة، بتأكد على أهمية بناء البني آدم جنب بناء الدولة والتنمية المستدامة. نقلنا من مكان عشوائي لمكان تاني حضاري وفيه علم وفيه تفكير وفيه كده، بس إزاي أنا من جوايا أتغير في المكان ده؟ يعني أهم حاجة تخلينا أتغير في المكان ده إن أنا أحافظ عليه، وعشان أقدر أحافظ على المكان الجميل اللي أنا كان نفسي أعيش فيه وأحس بحياة جميلة فيه، إن أنا أكون حاسس بقيمة المكان ده، وإن أنا أكون متأكد إن المكان ده كمان 10 سنين هيبقى أحسن أما أنا أكبره أكتر وأكتر. تخيل حضرتك بنتكلم مع الشباب عن الأحلام، حلمك إيه؟ إيه اللي أنت محتاجه عشان نساعدك عشان تقدر تقوم بحلمك ده؟ إيه اللي أنت نفسك تعمله في حياتك أو لأسرتك أو لبلدك؟ إحنا جايين النهارده نعمل حالة من حالات التعايش الفكري، حالة من حالات التعايش مع أفكارهم وحياتهم وأمانيهم. هنقدر أكيد نوجههم للطريق الصحيح اللي يقدروا بيه حيوا أحلاقهم دول، ولكن لازم الأول نقبلهم ونسمعهم ونشاركهم ونبين لهم إن أهم ظهر سند ليهم هنكون إحنا عشان يقدروا يكملوا في الطرق اللي هم عايزينها دول، وهم يعني واثقين إن البلد بكل أجهزتها بتدعمهم. وفي ختام البرنامج نظمت وزارة الداخلية حفلة ترفيهية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم. لما تشوف أبطال حلفي كما تم تكريم المتميزين فنياً ورياضياً وتعليمياً من خلال احتفالية فنية كبيرة شارك فيها نخبة متميزة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والصحفيين، وشهدت توزيع هدايا عليهم. أنا سيد ياسر من أسمرات. إحنا كنا عايشين في مكان ما كانش عندنا أمل ولا تفكير في بكرة، إنما النهاردة في مكاننا الجديد كان عندنا أمل وتفكير في بكرة. المكان الجديد عرفنا قد إيه البلد بتحبنا. وأنا دينا خالد ساكنة في أهالينا. إحنا بنتمنى من وزارة الداخلية تعمل لنا كل شهر حاجة زي كده عشان نقرب منهم أكتر ونحب بلدنا أكتر وأكتر. وأنا اسمي يوسف عبدالله، أنا جاي من حي الأسمرات. إحنا كمان خدنا هنا ندوات تعرفنا اختلاف الرأي من غير ما نتخانق، ونتقبل الرأي الصح حتى لو ما كانش ده رأينا. نحترم بعض ازاي، نبادل المسؤولية عشان وطننا وأهلنا يقدروا يعتمدوا علينا. بنوادكم وبنوادك يا سيادة الرئيس إننا هنبقى بجد جيل جديد، هنبقى بجد جيل جديد، هنبقى بجد جيل جديد. شمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفينا النصر، بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر. أجيال طالعة في مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. لما تشوف أبطال حلفي شوف أبطال حلفي.